والله الحمد لله رب العالمين. يعني ما في شك انه هذه البطوله هي البطوله الاغلى على كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين، ويكفينا يعني تشريفنا ان نصل للمباراه النهائيه للسلام على سيدي. اللاعبين عندهم اصرار كبير جدا، وعارفين ان المباراه هذه هي يعني الممهد او الطريق للعب المباراه النهائيه والظفر بالبطوله. احنا يجب ان تقف افراحنا بعد نهايه هذه المباراه، ونتفرغ لخلق مجال يعني هادئ جدا للاعبين والجهاز الفني، انهم ان شاء الله يعطوا كل ما عندهم، بحيث ان شاء الله يكون ختام مسك لهذا الموسم.